التكوين، عملية الممارسة والميدان، ولكن أيضا بعملية التوجيه وعملية التفتيش يكون أداؤنا أفضل. ولذلك عدنا احنا جهاز المفتشية العامة والمفتشين الموجودين في الولايات تعمل على تصويب وتوجيه الخطاب الديني ومرافقة الأئمة والقائمين على الشأن الديني في كل الأسلاك، حتى الأعوان الدينيين وغيرهم تحاول أن ترافقهم. أنا لا أحتاج إلى أن يرافقني مفتش، مفتش مش إداري، مفتش الذي يعني يمارس هذه المهمة في الأصل هو عالم، هو فقيه.